السلام عليكم. النهارده هنحل شيت 2 مع بعض. شيت 2 بيتكلم على الكلوز سيستم ايديال جاز، يعني هو كل تعاملاته في الشيت ده مع كلوز سيستم و ايديال جاز. انت في الطبيعي لما بتبدأ تفكر في اي بروبلم بتقابلك، لازم تحدد نوع السيستم اللي هتتعامل معاه. يا اما بيبقى closed system، يا اما بيبقى open steady state steady flow، يا اما بيبقى open unsteady state unsteady flow. طيب دلوقتي لو هو closed system بعمل ايه كطريقة او كخطوات تعامل مع السيستم؟ في steps معينة لازم تمشي عليها وانت بتتعامل مع اي سيستم. ها الكلوزد والاوبن انستيدي ليهم شكل في الحل او ليهم طريقة معينة بتوصلك بشكل متسلسل. يعني ان انا ابدا احدد نوع السيستم، طبعا فانا عرفت ان هو يا اما كلوزد يا اما اوبن انستيدي. الحاجه الثانيه ببدا اقرا المساله، طبعا بطلع الجيفنز وبطلع الريكويرمنتس، بشوف السيستم بتاعي ده كوركينج فلويد، ايه الفلويد اللي عندي وبالتالي هتعامل معاه ازاي. فلو طلع ايديال جاز خلاص هتعامل معاه بكل قوانين الايديال جاز، كلها هتبقى ابليكابل. تمام، عرفنا نوع الفلويد، بحدد السيستم بتاعي ده حالته اتغيرت كام مرة، فبالتالي بحدد النمبر اوف ستيتس، وبعد ما بحدد النمبر اوف ستيتس بحدد عدد الاجراءات، وبشتغل على كل ستيت ان انا بابلاي بي في ايكوال ام ار تي عشان اقدر اطلع الخواص اللي ناقصاني، وبعد كده بشتغل على كل بروسيس عشان اقدر اطلع الورك اللي موجود، سواء كان شافت ورك او الكتريك ورك او ديسبليسمنت. واخر حاجه بختم بيها دايما هي ابلاينج الفيرست لو عشان اقدر اطلع مقدار الهيت ترانسفير. اوكي، تعالوا كده نبدا نطبق على الكلام اللي انا قلته ده في حل الشيت. لو جينا نقرا مساله واحد، بيقول لي ذا بريشر جيج اون 1.2 متر كيوب اكسجين تانك ريكوايرز ريدز 500 كيلو باسكال. Determine the amount of oxygen in the tank if the temperature is 24 degrees Celsius and the atmospheric pressure is 97 كيلو باسكال. يعني هو بيتكلم معايا هنا ان انا عندي ايه؟ عندي تانك اهو، والتانك ده طبعا طالما ما جابش سيره ان في فالفات موجوده يبقى التانك ده مقفول، مفيش اي فرصه ان حاجه تطلع بره او تدخل جوه التانك. وبيقول لي ان موجود جوه التانك ده موجود اكسجين، وان الاكسجين ده موجود عند كونديشنز ايه بقى؟ فقال لي ان الفوليوم بتاع التانك 1.2 متر مكعب، وبالتالي ده هو نفسه فوليوم الاكسجين. وقال لي ان البريشر اللي اتقرا على العداد يعني كجيج بريشر كان 500 كيلو باسكال، وقال لي كمان ان الضغط الجوي في الوقت ده كان 97 كيلو باسكال، وان درجة الحرارة بتاعت الاكسجين كانت في الوقت ده 24 ديجري سيلزس، يعني لما اجمع عليها 273 تطلع لي 297 كلفن. ده كده الجيفنز اللي هو مدهاني. طيب هو طالب مني ايه؟ ايه بقى المطلوب؟ طالب مني اهو determine the amount of oxygen in the tank، يعني عايز كم كيلوغرام موجود جوه التانك، يعني طالب الماس. طبعا لما انا قريت المساله وعرفت ان هو كلوز سيستم، ما لقيتش قدامي غير ان انا عندي ستيت واحده بس، ستيت واحده بس. فكل اللي هعمله طالما الوركينج فلويد كان اكسجين، وده بالتالي ايديال جاز، ده ايديال جاز وهي ستيت واحده بس، فبالتالي كل اللي هعمله ان انا ابلاي عند الستيت دي اهي، الستيت اللي موجوده، ابلاي بي في ايكوال ام ار تي اللي هو الايديال جاز لو او الايكويشن اوف ستيت. عندي البريشر طبعا لازم يكون ابسوليوت، فهو مديهوني جيج ومديني الاتموسفيريك بريشر، فطبعا انا لما اجي اعوض هعوض 597 الف، لان انا جمعت على الجيج جمعت القيمه الاتموسفيريك. في 1.2 اللي هو حجم الخزان هيساوي الماس، طبعا انا مش عارفها، الار بتاعت الاكسجين هي هتبقى 8314 على الموليكولار ويت اللي هو 32 في درجه الحراره اللي هي مدهاني 297. كل المجهول هنا هو الماس، هقدر اطلع الماس بكام كيلو جرام. واضح؟ اعتقد المساله ما فيهاش اي حاجه. طب تعالوا نشوف كده المسألة اللي بعدها بتتكلم في ايه.
بيقول لي عندي 1 متر مكعب تانك containing air at 25 degrees Celsius and 500 كيلو باسكال is connected through a valve to another tank containing 5 كيلوغرام of air and 35 degrees Celsius and 200 كيلو باسكال. Now the valve is opened and the entire system is allowed to reach thermal equilibrium with the surroundings, which are at 20 degrees Celsius. Determine the volume of the second tank and the final equilibrium pressure of air. يعني هو هنا بيتكلم معايا ان انا عندي two tanks خزانين, والتو تانكس دول connected عن طريق valve اهو, يبقى ده تانك وده التانك التاني اهو, وفي هنا كده valve, وان التانك ده انا بسميه ايه طبعا في شغلي وده بيه عشان نعرف نشتغل بشكل مظبوط. فاللي موجود في تانك ايه اللي موجود في تانك ايه اير, طب ايه اللي موجود في بي اير برضه لانه هيفتح على بعضه, وانتم ما درستوش الجاز ميكس هتتعاملوا معاه ازاي لغايه دلوقتي, فبالتالي لازم يكونوا نفس الفلويد طالما هيحصل ميكسنج. وهو بيقول لي ان هو هيبدا يفتح الفالف, فبالتالي هو كان بيكلمني ان اللي موجود في تانك ايه كان حجم التانك 1 متر كيوب والتمبريتشر اللي كانت موجوده, فقلت ايه 1 بتساوي 25 ديجري سلسيوس او 298 كلفن. البريشر اللي كان موجود في التانك كان 500 كيلو باسكال, وطالما ما قاليش هو جيج ولا ابسوليوت الديفولت بتاعي انه ابسوليوت. انا طبعا كده بطلع الجيفنز من المساله عشان اقدر اشتغل. لما اجي عند ستيت بي ايه اللي كان موجود, هواء برضو بس مديني الماس, فالماس اللي كانت موجوده في بي كانت 5 كيلوغرام, ودرجة الحرارة اللي كانت موجودة في بي كانت 35 ديجري سلسيوس يعني 308 كلفن, والبريشر اللي كان موجود في بي كان 200 كيلو باسكال. الأرقام مهمة جدا بالنسبة لي لأن لما أبص على البريشر هلاقي إن البريشر في تانك إيه كان أعلى من البريشر في تانك بي, فمجرد ما أفتح الفالف بتبدأ الجزيئات تمشي من هنا وتروح لهنا. وهو قال لي إن الموضوع ده هيستمر إمتى؟ هل هو قفل المحبس؟ ما هو ممكن يجي في وقت يروح قفل الفالف. بالمناسبة لو قفل الفالف في اي وقت مش معنى كده ان حصل اتزان, مش شرط يكون حصل ايكوليبريم, لكن طالما هو فتح الفالف وسابه لغاية ما يحصل ايكوليبريم فتأكد ان الظروف بقت في التو تانكس واحدة, وبالتالي انا بالنسبة لي الوضع في الحالة التانية بقى بالشكل ده, ادي تانك وادي كأن مفيش فالف خالص وادي تانك تاني, وبالتالي انا عندي كونديشن واحد بس. ها فلو جينا نفكر انا عندي كام ستيت في المسألة دي, هلاقي ان انا عندي في ستيت A1 دي اللي كانت موجودة في تانك A, وستيت B1 دي حالة الهواء اللي كان موجود في تانك B, وستيت 2 ودي اللي موجودة في التانكين. خلي بالكو لو هو قفل في اي وقت تاني كان هيبقى عندي ستيت A2 وستيت B2, لكن هو سابهم لغاية ما يحصل equilibrium وبالتالي انا عندي ستيت واحدة بس اللي هي ستيت 2. طيب طلعنا الجيفنز لسه, لانه قال لي انه هيحصل ايكوليبريم عند درجة حرارة 20 ديجري سلسيوس, يعني اداني تي 2 ب 20 ديجري سلسيوس ما يعادل 293 كلفن. طب هو طلب ايه مني؟ هو بيقول لي بقى ايه الريكويرمنت, بيقول لي احسب لي الفوليوم اوف ذا سكند تانك, يعني عايز الفوليوم بتاع تانك بي بكام, وعايز كمان الفاينل ايكوليبريم بريشر اللي هي البريشر في الحالة التانية اللي هو بي 2. فانا عندي هنا 3 ستيت زي ما احنا شايفين, عندي ستيت A1 وعندي ستيت B1 وعندي ستيت 2. وطبعا انا عارف ان انا بتعامل مع working fluid طبيعته ايه, ها working fluid هنا air, وان الاير ده يعتبر ايه, يعتبر ايديال جاز. ايديال جاز. طب والسيستم بتاعي نوعه ايه؟ السيستم بتاعي هنا هقول كلوزد سيستم. كلوزد سيستم ده بقى بناء على ايه؟ ها فين حدود السيستم بتاعتي؟ ادي حدود السيستم بتاعتي اهي, هي دي كلها. خلي بالكوا هنا انا بتعامل مع التوتال ماس, واضح؟ ده السيستم بتاعي يعتبر كلوزد. لا طبعا لو اتعاملت مع تانك ايه بس هيعتبر اوبن ان ستيدي, ولو اتعاملت مع تانك بي بس هيعتبر اوبن ان ستيدي. طيب لما اجي عند ستيت A1 مش ده ايديال جاز, يبقى انا اقدر اقول ان بي A1 في A1 او في A بقى مش فارقه لان الفوليوم مش بيتغير,
بتساوي MA1 ده اللي كان موجود في التانك في R في TA1. وبرضو اقدر اقول ان BA2 في V سوري VB2 1 VB1 لان انا كده عند ستيت 1 اهو في في بي بي 1 في بي في في بي ايكوال ام بي 1 في ار في تي بي 1. طبعا انا ما اديتش سبسكريبت للار لان هو نفس الفلويد ها اللي هو الهواء. وطبعا لما اجي عند سي 2 هقول برضو بي 2 في 2 ايكوال ام 2 ار تي 2. خلي بالكم كده المساله خلصت، هي كده خلصت. تعالوا كده نشوف ازاي المساله بالنسبه لنا تعتبر كده خلصت. تعالوا نشوف، مش انا عندي بي اي 1 عندي بكام؟ ب 500 كيلو باسكال، يبقى 500000 في الفوليوم بكام؟ بواحد اهو، يساوي ام اي 1 مش عارفها ماشي، ار الهواء ب 287 ودي طبعا حفظ لان الهواء ما بنتعامل معاه كتير قوي، في درجه الحراره اللي هي 298. مين هنا بقى المجهول؟ الام اي 1 اقدر اطلع ام اي 1 بكام كيلو جرام. لما اجي بقى اروح على ستيت بي 1 واعمل نفس الكلام هلاقي ان انا عندي البريشر كان ب 200000 باسكال. لما اضرب في الفوليوم الحقيقه انا مش عارف الفوليوم كام، طيب هيساوي ام مليون كانت عندي ب 5 كيلو جرام اللي كان موجود في خزان بي، في ار الهواء 287 في درجه حراره اللي هي 308. هلاقي المجهول الوحيد هنا هو حجم الخزان بي، اقدر اطلع حجم الخزان بي بكام متر مكعب. طيب هو ده كان مطلوب؟ اه وجبناه. طب لما اجي اروح عند ستيت 2 البريشر مش معلوم بالنسبه لي اللي هو ضغط الايكوليبريم. طب فوليوم 2 هو يعتبر التوتال فوليوم، يعني يعتبر 1 بلس الفوليوم اللي انا جبته الخزان بيه، وبالتالي ده هيساوي التوتال ماس اللي هي تعتبر ام اي 1 بلس ال 5 كيلو جرام بتوع ام بي 1 في ار 287 في درجة الحرارة اللي هي بكام بقى؟ ب 308. يعني أنا لما أجي أعمل كده هقول إيه؟ هقول أهو بصوا خلينا نقول إيه؟ بالشكل ده V2 وتساوي M2 في 287 في 308. لا سوري 293 ها؟ الإيكوليبريم 293 اللي هو ستيت 2 تي 2. وهنا انا عارف ان فوليوم 2 بيساوي فوليوم A بلس فوليوم B، فهيطلع بيساوي 1 بلس الفوليوم اللي انا جبته، فاقدر اطلعه كام متر مكعب. وطبعا التوتال ماس اللي هي M2 فدي بتساوي MA1 بلس MB1، وبالتالي M2 هتساوي الماس اللي انا جبتها بلس 5، فاقدر اعرف هي كام كيلو جرام. وبالتالي من المعادلة دي أنا قدرت أطلع أهو، قدرت أطلع B2 بكام باسكال، وطبعا هيطلع رقم كبير شوية فحاول تخليه بالكيلو باسكال عشان يبقى شكل المعادلة كويس، أو شكل سوري الرقم اللي طالع يبقى شكله إيه كويس، ما يبقاش رقم كبير يعني. في مشكلة في الكلام ده؟ أعتقد المسألة ما فيهاش أي مشكلة. تعالوا بقى نشوف مسألة 3. مسألة 3 بقى بيقول لك a rigid tank contains an ideal gas at 300 كيلو باسكال and 600 كلفن. Now half of the gas is withdrawn from the tank and the gas is found at 100 كيلو باسكال at the end of the process. Determine the final temperature of the gas and the final pressure if no mass was withdrawn from the tank and the same final temperature was reached at the end of the process. بص الكلام، هو بيقول لك ان هو عنده خزان اهو، والخزان ده هيسحب منه شويه، يعني ما كان فيه فالف يسمح بالخروج. هو قال لي ان هو جواه ايديال جاز، هو ما قاليش نوع الايديال جاز، اذا انا مش معتمد على نوعه في حاجه. فلو انت واقف في الحل افرضه اير، افرضه اي حاجه، ما هو انت مش معتمد على نوعه، لانك لو معتمد على نوع الايديال جاز يا باشمهندس كان لازم يديهولك، فبالتالي انا مش معتمد على نوعه فاقدر افرضه اي حاجه هطلع نفس الارقام. طيب هو بيقول لي انه كان ها، يبقى انا كده بتكلم عن الجيفنز اللي عندي بقى بطلعها من المساله، كان عند بريشر يبقى ده بي 1 بي 1 كان ب 300 كيلو باسكال
وتي 1 كانت ب 600 كلفن، وبيقول لي ان هاف ها اوف ذا جاز از ويزدرون، يعني الكتله اللي خارجه هنا الام اوت بتساوي نص ام 1، نص الماس اللي كانت موجوده، ها، والباقي اللي اتبقى عند بريشر، يبقى ده بي 2 كان ب 100 كيلو باسكال ات ذا اند اوف ذا بروسيس. هو عايز ايه بقى؟ هو بيقول لي هات اهو ريكوايرمنت، او ريكوايرد ان انا اجيب تي 2. طيب حاضر، هجيب لك تي 2. بعد كده بيقول لي بقى وكمان هات لي الفاينل بريشر لو مفيش ماس خرجت، يعني اف نو لو الماس اوت بزيرو، ها، وبالتالي ده معناه ان ام 1 تساوي ام 2، يعني ده تانك مقفول، يبقى دي مساله تانيه. ها، هات لي ايه بقى؟ هات لي الفاينل بريشر، يعني هات لي بي 2 بكام؟ لو كانت تي 2 في الحاله دي، ها، يبقى دي كيس بي، يبقى انا كده عندي تو كيسز. طبعا دي تعتبر كيس ايه، وفي كيس بي بقى ان انا عندي الخزان اصلا ماله، اهو الخزان مقفول لان مفيش حاجه هتطلع منه، واضح؟ يبقى خزان ايه؟ خزان مقفول بالشكل ده، فدي الكيس التانية. فهو عايز بقى ان تي في الحاله الاولى اهو دي اللي طالبها، وتي 2 بي تساوي التي اللي انت جبتها في الحاله الاولى، هو ده اللي بيقول لي عليه. يعني لما اجي ابص كده في الكيس الاولانيه، تعالوا نشتغل عليها. في الكيس الاولانيه الحقيقه انا ما اعرفش حاجه، بس انا ممكن الجا للريليشنز طالما الدنيا كده. انا طبعا لو طبقت بي 1 في 1 اهو، بي 1 بصوا بي 1 ايكوال ام 1 ار تي 1، طبعا انا مش عارف ان هو غاز. ولو طبقت بي 2 اهو، بي 2 ايكوال ام 2 ار تي 2، ورحت قاسم الاثنين على بعض، ها بصوا، هلاقي ان الفوليوم راح لان الخزان حجمه ثابت. انا بتكلم كده على كيس ايه، انا بحل كيس الاولانيه. طيب والار هتروح مع الار لانه نفس الغاز اللي انا مش عارفه، فهلاقي ان انا وصلت لايه بقى؟ ان بي 2 على بي 1 تساوي ام 2 على ام 1 في تي 2 على تي 1، صح؟ طيب يبقى معنى كده يا باشمهندس ان بي 2 اللي انا عندي بكام؟ ب 100 كيلو باسكال على بي 1 اللي هو ب 300 كيلو باسكال، طبعا عوض براحتي لان دي ريشيو، فعوض كيلو باسكال على كيلو باسكال او باسكال على باسكال، تساوي نص نص، لان ام 2 بتساوي نص ام 1 في تي 2 اي اللي انا مش عارفها على تي 1 اللي هي بكام بقى؟ ب 600 كيلو. يبقى انا كده هقدر اطلع من هنا ان تي 2 في الحاله الاولى بكام؟ طبعا الاثنين ال 600 دي تروح مع ال 300 دي ويتبقى لي 2، فيبقى 4 في 100 يبقى ب 400 كلفن، واضح؟ تطلع لي ايه؟ 400 كلفن. يبقى كده جبنا تي 2 ايه. تعالوا بقى نشوف الكيس بي. في الكيس بي بقى، في الكيس بي انا اقدر اشتغل ازاي؟ ما هو ده حجم ثابت، يبقى انا اقدر كمان، ها، بدل بقى ما اعمل ام بي في ايكوال ام ار تي وبي في ايكوال ام ار تي واقسمهم على بعض، طب ما انا عارف ان طالما ايزوكوريك، لان ده يعتبر ايزوكوريك، الاولاني ما كانش ايزوكوريك، خلي بالكم، ها، يبقى انا عارف ان بي 2 على بي 1 في الحاله بي اهو يساوي تي 2 بي على تي 1. وطبعا انا عارف ان تي 2 بي ب 400 اهو، لان هو قال لي جيفن ان تي 2 في الحاله الثانيه تبقى هي تي 2 في الحاله الاولانيه، يبقى 400 يا باشمهندس على 600، وبي 1 بكام؟ ب 300 كيلو باسكال. يبقى انا من هنا اقدر اطلع، طبعا دي هتروح مع دي ويتبقى لي هنا 2، فيطلع لي ان بي 2 بي بيساوي 200 كيلو باسكال، واضح؟ ودي حاجه طبيعيه، يعني لما انا اقارن كده انا عارف ان في الحاله الاولانيه انا خرجت ماس، في الحاله الثانيه ما خرجتش حاجه، ها، فطبعا واضح كده ان طالما التمبرتشر هي الحاله الاولانيه يبقى البريشر هيقل، بس مش هيقل نفس القيمه، اتفقنا؟ في مشكله في الكلام ده؟ حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ طيب لو حد عنده اي مشكله طبعا يبقى يبعت لي على الواتساب زي ما قلنا. نيجي بقى لمساله اربعه. مساله اربعه بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي كربون دايوكسيد جاز عن 3 كيلو اميجا باسكال اند 500 كلفن فلو ستيدلي ان ا بايب ات ريت اوف 0.4 كيلو مول بير سكند.
determine the volume and mass flow rates and the density of carbon dioxide at this state. If CO2 is cooled at constant pressure as it flows in the pipe so that the temperature of carbon dioxide drops to 450 Kelvin at the exit of the pipe, determine the volume flow rate at the exit of the pipe. يعني هو بيقول لي ان هو عنده ايه؟ ان هو عنده بايب وماشي فيها بالشكل ده CO2 كربون دايكسايد، فهو هيدخل بستيت 1 وهيطلع بستيت تانية 2، فهو اداني P1 بكام؟ ب3 ميجا باسكال، واداني T1 بكام؟ 500 كلفن، واداني الماس المول فلور المول ريت، ها المول ريت اللي هو يعتبر 4/10 كيلو مول بير سكند. وخلي بالكم الريت ده انا بعبر عنه يا ماس فلو ريت يا اما فوليوم فلو ريت، ده بقى يعتبر ايه؟ مول ريت، لان هو مديهولي بالمولات مش مديهولي ولا بالمتر مكعب ولا بالكيلو جرام. طيب وقال لي ان الكربون دايكسايد ده برد ات كونستنت بريشر، يعني قال لي ان بي 2 بتساوي بي 1، وقال لي ان هو وصل لدرجه حراره 450 كلفن وهو خارج. يبقى دي كده الجيفنز اللي هو الدهاني. طيب هو طالب ايه بقى؟ هو بيقول لي مطلوب مني ان انا احسب الدنسيتي عند ستيت 1 والفوليوم فلو ريت عند الدخول والماس فلو ريت عند الدخول، وكمان هنزود احنا بقى الدنسيتي عند الخروج والفوليوم فلو ريت عند الخروج، دي كان طالبها. واضح؟ طيب افكر في المساله ازاي بقى؟ عايز طبق بي ايكوال ام ار تي عند ستيت 1، طبق. بس هي هتوصلك لايه يا باشمهندس في الاخر؟ هتوصلك للي انت حافظه اصلا وعارفه. انت عارف ان الدنسيتي عند ستيت بتساوي بي على ار تي، قلت ايضا الجذر، ها مش الوركينج فلويد بتاعي كان كربون دايكسايد، وبالتالي الكربون دايكسايد يعتبر ايه؟ ايديال جاز. واضح؟ طيب فانا لو قلت بي في ايكوال ام ار تي وقسمت الماس على دي ما هتديني الرو، وانا هطلع الرو بتساوي بي على ار تي. طيب يلا نعوض، عندي 3 ميجا باسكال يعني 3 في 10 باور 6 على الار بتاعت الكربون دايكسايد اللي هي 8314 على 44 مضروبه في كام بقى؟ مضروبه في 500 كلفن. من هنا جبنا الدنسيتي بكام كيلو جرام لكل متر مكعب. هنيجي بقى عند الدنسيتي عند الخروج. طيب حاضر، هتبقى برضو بي 2 على ار تي 2، فهتساوي اهو برضو نفس البريشر، يبقى 3 في 10 باور 6 على 8314 لانه نفس الكربون دايكسايد على 44 مضروبه في كام بقى؟ درجه حراره 450. يبقى انا كده طلعت الكثافه في الدخول والكثافه عند الخروج بكام. طيب لما نيجي بقى نقول هي مش الام دوت يا جماعه بتساوي الان دوت في الموليكولر ويت، واحد يقول لي ازاي؟ اقول له مش الماس بتساوي النمبر اوف مولز في الموليكولر ويت او النمبر اوف كيلو مولز في الموليكولر ويت، الوزن الجزيئي في عدد الجزيئات مش يجيب لي الكتله. طيب يلا، يبقى لو انا قسمت على التايم هنا وهنا مش يطلع لي هنا ام دوت وهنا ان دوت؟ طب يبقى انا عايز الام دوت. طب حاضر، طب ما هي الام دوت او الماس فلوريت بيساوي 4/10 في 44، فيطلع لي كام كيلوجرام بير سكند؟ جميل. طب مش انا عارف ان الام دوت بيساوي رو في الفوليوم فلوريت، يبقى انا من هنا كده من المعادله دي كده ها اقدر اقول ان الفوليوم فلوريت عند الدخول يساوي الام دوت على رو 1، والفوليوم فلوريت عند الخروج يساوي الام دوت على رو 2. وانا عندي الام دوت وعندي الرو، فاقدر اطلع الفوليوم فلوريت بكام متر مكعب بير سكند هنا وهنا، وبالتالي انا جبت كل حاجه. واضح؟ طبعا لان الماس فلوريت هو اللي ثابت. خير قوي من الكلام ده، الماس فلوريت هو اللي ثابت مش الفوليوم فلوريت، لان الدنسيتي بتتغير. دي كانت مسألة 4. تعالوا نبص كده على مسألة رقم 5. مسألة رقم 5 بيقول لي a 20 متر كيوب tank contains nitrogen at 23 degrees Celsius and 600 كيلو باسكال. Some nitrogen is allowed to escape until the pressure in the tank drops to 400 كيلو باسكال. If the temperature at this point is 20 degrees Celsius, determine the amount of nitrogen that has escaped. يعني أنا عندي هنا بقى المرة دي خزان أهو. ادي الخزان، وطبعا برضو هرسم كده ان اكيد في فالف يسمح بخروج النيتروجين، لان هو قال لي ان موجود جوه ايه؟ نيتروجين، وقال لي ان في حاجات هتخرج سكيت. طيب هو الجيفنز اللي اداني ايه بقى؟ تعالوا كده نشوف.
اداني فوليوم التانك ب 20 متر كيوب، تمام، واداني درجه حراره النيتروجين اللي كانت موجوده اللي هي 23 ديجري سلسيوس زائد 273 تطلع 296 كلفن، واداني البريشر اللي كان موجود ب 600 كيلو باسكال، وقال لي ان في نيتروجين هرب، ما قاليش قد ايه، يبقى في كميه خارجه، ما قاليش قد ايه، وقال لي ان البريشر وصل نتيجه اللي حصل ده انه وصل ل 400 كيلو باسكال. فبيقول لي لو كانت درجه حراره في اللحظه دي اللي هي تي 2 20 ديجري سلسيوس يعني 293 كلفن، هات لي، ها، احسب لي بقى كميه النيتروجين اللي خرجت بكام. طيب انا طبعا كده لما احدد الوركينج فلويد فانا عارف ان هو نيتروجين وان النيتروجين ده ايديال جاز، واضح؟ طيب جميل، نيجي بقى للستيتس، عندي كام ستيت؟ عندي تو ستيت غير اللي خرج، فانا هشتغل على التو ستيت اللي جوه. يعني لما اجي اشتغل على ستيت 1 هقول ايه في ستيت 1؟ هقول بي 1 في 1، صح، اللي هي بي بتساوي ام 1 في ار في تي 1، صح ولا لا؟ ولما اجي اشتغل على ستيت 2، ستيت 2 هقول ايه؟ هقول بي 2 في ايكوال ام 2 في ار تي 2. طب ما تيجوا نعوض كده، تعالوا نعوض ونشوف هنعرف نحسب ايه. البريشر الاولاني كان ب 600000، 600000 في الفوليوم اللي هو 20 هيساوي الماس اللي كانت موجوده طبعا ما اعرفهاش في 8 3 1 4 على 28 دي الار في 200 سوري في 296. مين المجهول هنا؟ ام 1. يبقى انا من هنا كده هقدر اطلع ام 1 بكام كيلو جرام، واضح؟ طب نروح لستيت 2، عندي البريشر بقى 400000 في الفوليوم 20 هيساوي ام 2 اللي انا مش عارفها في 8 3 1 4 ده اليونيفرسال جاس كونستانت على 28 اهو في تي 2 اللي هو مداني 293. مين هنا المجهول؟ ام 2. يبقى انا اقدر اطلع ام 2 بكام كيلو جرام؟ وفنش ازاي بقى؟ انت عايز الام اوت، هي مش الام اوت تساوي ام 1 ده اللي كان موجود ناقص اللي بقى موجود؟ طيب يبقى ام اوت بتساوي اللي كان موجود ناقص اللي بقى موجود، واقدر اطلعها بكام كيلو جرام، وبالتالي انا كده خلصت على المساله وطلعت اللي كان طالبه مني. في مشكله في الكلام ده عند حد؟ لو حد طبعا عنده اي مشكله يقدر يكلمني زي ما قلت وبعت لي على الواتساب. هكمل في ان شاء الله في فيديوهات تانية بقية الشيء. شكرا لكم.